كيما اليوم. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في فقرتكم اليومية كيما اليوم، موعد نرجع فيه للتاريخ ونستحضر أبرز مسار للفائدة والاعتبار. كيما اليوم 15 نوفمبر 2021، تدمير القمر الصناعي كوزموس 1408 بواسطة سلاح روسي مضاد للأقمار الصناعية وتحوله إلى حطام فضائي. انفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وجود حقائق تثبت اختبار روسيا لأسلحة مضادة للأقمار الصناعية، يضيف أن اتهامات واشنطن لبلاده تخلق مخاطر في الفضاء، وهي تصريحات لحد قوله مليئة بالنفاق. وقال لافروف واشنطن هي اللي تنشط عملية عسكرة الفضاء، وعبر على رغبة بلاده في سماع موقف الولايات المتحدة في شأن مقترحات روسيا والصين لمنع المناورات الفضائية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أجرت عملية تجربة ناجحة في الفضاء أسفرت على تدمير قمر صناعي روسي خارج الخدمة. من جهته قال أمين عام حلف الناتو أن تدمير روسيا لمعدات فضائية يعني أنه مقدورها تدمير أدوات خاصة بالملاحة والإنذار المبكر. واعتبر ستولتنبرغ التجربة الصاروخية الروسية في الفضاء عمل طائش، ودانت واشنطن بشدة التصرف الخطير لحد قولها اللي أقدمت عليه موسكو، وحذرت من أن هذه التجربة خلفت حطام يهدد مصالح جميع الدول على غرار اضطرار رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية لاتخاذ إجراءات الطوارئ. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكون في بيان روسيا أجرت بشكل غير مسؤول اختبار تدمير لصاروخ مضاد للأقمار الصناعية استهدفت به أحد أقمارها الصناعية، وصف سلوك موسكو هذا بأنه سلوك متهور وغير مسؤول. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي التجربة الصاروخية خلفت أكثر من 1500 قطعة من الحطام المداري الممكن تتبعه، ومئات آلاف القطع من الحطام المداري الأصغر حجما واللي تهدد مصالح جميع الدول. واعتبر بلينكون أن التجربة الروسية ستزيد بشكل كبير من المخاطر على رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية وغيرها من أنشطة الرحلات الفضائية البشرية، وتبين بوضوح اللي الشيء اللي تقول فيه روسيا عن رفضها عسكرة الفضاء ما هواش إلا مزاعم واهية ومنافقة على حد تعبير وزير الخارجية الأمريكي. ودعا وزير الخارجية الأمريكي في البيان جميع الدول اللي عندها حضور في الفضاء إلى الامتناع عن إجراء اختبارات تدميرية خطيرة. وأضاف البيان أن بلينكون أكد أن الولايات المتحدة باش تعمل مع حلفائها وشركائها للرد على هذا العمل غير المسؤول. ومن جانبه أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي البنتاغون جون كيري أن مبعث القلق المباشر هو الحطام اللي ظهر ويمكن باش يشكل خطر بما في ذلك على محطة الفضاء الدولية. وأضاف قال نحن نراقبوا عن كثب نوع الوسائل اللي يبدو أن روسيا تحب تطورها. بدوره أكد مدير وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بيل نيلسون أن التجربة الروسية خلفت حطام تسبب في اتخاذ طاقم محطة الفضاء الدولية إجراءات سلامة تتعلق بحالات الطوارئ. وقال رائد الفضاء الروسي بيوتر دوبروف لوكالة أنباء تاس الروسية يتعين على محطة الفضاء الدولية إخلاء أفرادها مرتين خلال ساعات خوفا من احتمال اصطدامها بالحطام الفضائي. وأوضحت مصادر أن رواد الفضاء السبعة الموجودين على متن محطة الفضاء الدولية لجؤوا لسفنهم الملتحمة بالمحطة استعدادا لإخلاء محتمل، وفي حالة الارتطام كان الفريق باش يرجع بسرعة للأرض في مركبة كرو دراغون. مستمعينا الكرام، نلقاكم كل يوم في موعد جديد، وإن شاء الله نهاركم مبارك سعيد. كيما اليوم.